amaçla buraya geldik arkadaşlarımla birlikte. التواجد هون كان شيء رائع ومذهل وكان قرار صائب بالمجيء إلى سوريا. بالرغم من فترة الحرب وبهي الفترة الطويلة ما الاحتفالات ظلت مستمرة طول هالأعوام. أنا كفنانة تركية تأثرت كثير من هالشيء. ما زالت الفرقة السيمفونية أكيد مستمرة، عم تقدم كثير حفلات كثير مهمة، عم تقدم أفكار كثير كثير خلاقة، عم توصل رسالة لكل أكيد كل أنحاء العالم، سواء هي أو الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية أو أوركسترا ماري أو كل ما يعمل بالمجال الموسيقي بظل هي الظروف، إنه في رسالة كثير مهمة إنه شعبنا هو شعب أكيد بيحب الحياة، شعب بينشر المحبة والسلام أكيد وين ما كان. أكيد موسيقى خير دليل إنه أكيد موسيقى هي مرتبطة بحضارتنا يمكن من آلاف السنين وعلى طول عم يجسدها أكيد بكل عمل عم نقدمه. هلا شيء كثير مهم بالنسبه للفرقه السيمفونيه الوطنيه يكون عندها احتكاك من مع موسيقيين بهذا المستوى، موسيقيين يجوا يعطوا وجهه نظرهم، يشتغلوا مع الفرقه بطريقه مختلفه لحتى يكون في تجربه جديده للفرقه، وهذا بيغني الفرقه وبيزيد حجره بالبناء اللي عم نبنيه نحن للفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه. فشكرا لقائد الاوركسترا انجي اوزل اللي اجت وعملت هذا البرنامج مع الفرقه السيمفونيه، لأنه فعلا كان شغل صعب مركز كثيف خلال فترة قصيرة وقدروا يصروا النتائج اللي سمعناها. Thank you.